مرحباً بالجميع. سنتحقق من الحفار إريك. سنختبر أنه ينجز جميع أعماله بشكل سليم. من سيساعدني؟ أعتقد أنني سوف أختار الصفراء. أعلم أنك تلعبين، لكن أعتقد أنك ستحظين بنفس المتعة بالعمل. سوف نبدأ بفحص محركك يا إريك. شغل المحرك بسرعة عالية ولطيفة. يمكنك أن تفعلها بشكل أفضل. التقاط رائع! حان وقت فحص سلسلتك العريضة. الجزء الأخير من خدمة التحقق. دعنا نرى كيف يعمل ذراع الحفر. يحتاج للزيت يا صفراء. أحسنت يا إريك، اجتزت خدمة التحقق، لذا فأنت جاهز لأعمال الحفر. أتريدين الانضمام إليهم؟ أخبرتك أن العمل ممتع. إلى اللقاء مع مزيد من العمل والمرح هنا في مرأب جيكو. مرحبا بالجميع، جيكو معكم. إنه يوم مشمس جميل، لذلك سأقوم بمراقبة الطيور. انظروا، إنهما التوأمان باري وكاري. يبدو أنهما يستمتعان كثيرا. لا، انقلب باري. أيها الميكانيكيون، علينا مساعدته. هيا يا شاحنة السحب تالي. لا تقلق باري، سنخرجك من هنا قريبا. يا أزرق. دعنا نلقي نظرة. هذا غريب، محركك لا يعمل. جاءت كاري لتبهجك. هذا لطيف. عرفت أن هناك شيئاً مريباً. يبدو أن السمكة كانت عالقة في أنبوب العدم، لهذا لم يعمل المحرك. لطيفاً أن يقوم بزيارتك صديق. هذا سيجعلك تتحسن بسرعة. السمكة عادت إلى منزلها. كان رفاقها قلقين عليها. حسناً، كل شيء بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعاً. أهلاً بالجميع، مرحباً بكم في مرآب جيكو. اليوم موحل جداً، لذا سنجهز مغسل السيارات. انظروا، الشاحنة الطفلة آتية لكي ننظفها. أهلا بالشاحنة الطفلة، دعيني أخمن لما أتيت. رش الماء بالمرشات بمغسل جيكو للسيارات. هذا ليس صحيحا، فما زالت موحلة. ها؟
طبعاً، فنحن لم نملأها بالصابون. لن تصبحي نظيفة بدون صابون. الآن امتلأ بالصابون، وسنغسل الوحل المرشوم. أو هذا غريب، عمل البكرات هو إزالة الفقاعات. وجدتها، الشاحنة الطفلة صغيرة ولا تطالها البكرات. مرحى، مغسل السيارات يعمل، والشاحنة الطفلة نظيفة ولامعة. مرحى لكم من جيكو. وداعا. عيد رعب سعيد. لا تخافا هكذا، فهذا أنا جيكو. لحظة واحدة، ما هذه الضجة الغريبة؟ ها هي مجددا، آمل ألا يكون شبح الرعب المخيف. مهما كان أظنه ذهب. لا أيها الميكانيكيان، أعتقد أن المرآب مسكون. أيها الأزرق، لحظة واحدة، يا أزرق تقدم للأمام. تصدر الضجة فقط عندما تتحرك، لا داعي للارتجاف والخوف والصراخ. المشكلة أن العجلة تصدر هذا الصرير. سيساعدك هذا الزيت كثيرا، وعندها سنقول وداعا للشبح. انتهى الذعر، والآن سنلعب خدعة أم حلوة. عيد رعب سعيد للجميع. وداعا. مرحبا، اليوم عيد ميلادي الأخضر، ونحن نتجهز لحفل الشاطئ. اثبت. هذه نفاخات هيليوم، لذا تحلق عاليا. كل شيء جاهز، نحن فقط ننتظر فيونا لتحضر كعكة عيد الميلاد. احذري فيونا، لا تقودي على الرمال المبللة. أسرعي وإلا سوف تغرس الإطارات. سنجد طريقة لإخراجك. يمكننا رفعها باستخدام جميع نفاخاتك. أعلم أنك تحب نفاخاتك، لكن فيونا بحاجتها جدا. هل يمكننا استخدامها؟ أوبا. نجح الأمر، نجح الأمر. نجح نجاحا عظيما، إنها تطير عاليا. وجدتها، هيا أيها الميكانيكيون.
أحسنتم أيها الميكانيكيون، ها قد أتى الزوار لينضموا إلى الحفلة. سعيد بحضوركم. أحسنت المشاركة أيها الأخضر، وعيد ميلاد سعيدا لك. أهلا بكم مجددا في مرآب جيكو. لقد قمنا بتثبيت نظام تنبيه للطوارئ. ها؟ شخص ما في مأزق. هيا يا شاحنة السحب تيلي. إنه إريك الحفار. لقد اصطدم بحجر. انظر، لقد كسر سلسلته. أزرق، أعلم أن العاصفة مخيفة، لكنني بحاجتك. أستكون شجاعا؟ لا أستطيع الوصول، وأنا أكبر من تجاوز الفتحة. يا إلهي، يجب أن نسرع. أعتقد أن هذا السد سوف يفيض. الأزرق صغير ويلائم المكان. أحسنت يا أزرق، أنت شجاع جدا. لا، السد سوف ينهار. أسرع يا أزرق. أحسنت يا أزرق، تغلبت على خوفك. انظر، قوس قزح. مرحلكم من جيكو. وداعا يا أزرق. أزرق، أين أنت؟ أهلا جميعا، نحن اليوم نعمل في الخارج لأن سلم فيونا قد تعطل فأصبحت طويلة جدا. من الأفضل أن نتفقد الإطارات أيضاً. يا أزرق، هل أحضر أحدكما الرافعة؟ أحسنت يا أحمر، سأحضر مفتاح الربط. آلي النطاط. لا تقلق يا أحمر، سنجد طريقة لإنزالك. أخضر، صفراء، أحضرا البطانية، لقد جاءتني فكرة. أحمر، عندما أقول لك انطلق، انطلق، اتفقنا؟ هيا انطلق. أزرق، لقد حان الوقت لتكون بطلاً. جاهزون يا أزرق؟ 3، 2، 1، هيا! لا تقلق، سوف نمسك بك. لقد أنقذت الموقف. مرحى لبطلنا الأزرق. أيها الميكانيكي الخارق، دعنا ننتهي من مساعدة فيونا. إلى اللقاء قريبا. وداعا. مرحبا بالجميع. شاحنة المثلجات فيكي جاهزة للإصلاح، وسنقوم باللمسات الأخيرة. شكرا يا صفراء، هل أعطيتني مفك البراغي؟ احذرا أيها الميكانيكيان، هذا الخرطوم مليء بالهواء البارد الذي يجمد المثلجات. صفراء، لا تلمسي الزر.
شكراً أيها الميكانيكيون، لقد أنقذتموني، والآن دعونا ننتهي من إصلاحها. شكراً فيكي، وداعاً يا رفاق. هيا أيها الأزرق، لقد حان وقت النوم. طابت ليلتكم جميعاً. ها؟ بوبي، ما الذي تفعله في هذا الوقت؟ يا إلهي، أنت بحاجة لعجلة. يمكنني إصلاحها، لكن لنكن هادئين. ها؟ نجونا، كان هذا وشيكا. لا 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 لا. انتهينا يا بوبي، طابت ليلتك. على الأرجح سأستلقي لدقيقة فقط. الشاحنة الأم والشاحنة الطفلة، لما تنتظران هنا؟ النفق مسدود ولا تستطيعان العبور. سوف ألقي نظرة. يبدو كأنه انهار. انهيار آخر. ها؟ نحن محاصرون في الداخل. لا تقلقوا، فقد جلبت أدواتي. سنحتاج لأدوات أكبر. تيلي لا يستطيع تحريك الصخرة، كيف سنخرج من هنا؟
لم أعلم أنك قوية. الشاحنة الأم أنقذت الموقف. يجب أن أتصل بإيريك الحفار لإزالة كل الصخور. إلى اللقاء مع مزيد من المرح والمغامرة في مرآبي كيكا. شاحنة الإطفاء فيونا، ما هي المشكلة؟ خرطومك معطل؟ لنلقي نظرة. لا تقلقي يا فيونا، سنصلحك بسرعة. سأحضر أفضل مفتاح ربط. أيها الميكانيكيون، ساعدوني رجاءً. أنت بخير يا صفراء؟ حسناً، أعتقد أن المشكلة قد حلت. شكراً لزيارتنا في مرآبي جيكو. وداعاً.